مساء الخير. النهاردة الحلقة الرابعة، هنكمل اللي احنا ابتديناه، الهندسة العقلية للتراث ده بالخريطة اللي كلمتكم عنها امبارح. احنا وقفنا في نقطة مهمة جدا، شرحنا على الـ على الـ على اللوحة الـ 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 الأزمة الكبيرة، ان فكرة ان هذا التراث اتكون بطريقة يعني الأساسيات جات بعد النتائج مش العكس، زي ما قلت لكم علم الحديث وبعدين علم أصول، أو علم الحديث، الحديث قبل علم أصول الحديث، والفقه قبل أصول الفقه. وبعد كلامنا عن نقط مهمة جدا في المرحلة المكية، مرحلة الصحابة الأطول صحبة للرسول والأكثر تثبتا مما قال، وقارنت لكم مقارنة أولية هي لسه جاية كتير أكتر، مسألة الفرق بين الصحابة في المهاجرين والأنصار أو حياة مكة وحياة المدينة هي أولى الكلام أو المعنى. يعني النهاردة هنكمل مرحلة مكية كلها، لأن فيها مش عارف كلها ولا، لكن المهم إن احنا زي ما قلت لكم أي أساسيات هنقولها هي أساسيات مهمة جدا، هتعمل بعد كده معنا أثر كبير في النتائج اللي انتوا هتشوفوها في القرن، نهاية القرن الأول والثاني، اللي اصطلح عليها العلوم اللي أنا عايز أقول لكم خارطتها الكاملة مع نهاية البرنامج ده. شوفوا بقى، أول حاجة، أهم ثلاث حاجات في المرحلة المكية نعرفها: الصحابة، الأحاديث، جمع القرآن. وهقول لكم ليه بتكلم وبشدة عن جمع القرآن، لأنه هيفيد معنا في علوم قادمة لا تتخيلوا حجم الخلل اللي هيصيب هذه العلوم أو الدفاع عن تركيبة هذه العلوم بمقارنتها بفكرة جمع القرآن في المرحلة المكية. لأن أنا هقول لكم فرق كبير جدا بين جمع القرآن في المرحلة المكية وجمع القرآن في المرحلة المدنية، وإن الاثنين ما لهمش أي علاقة باللي انتوا غالبا سمعين عنه أو بتعرفوه أن الجمع اللاحق على حياة الرسول يعني. وهقول لكم ده مش العرض برضه، هقول لكم ده ليه بنقوله، لأن ده اللي هيبين الفرق بين الإلهي وبين غير الإلهي، بين المقدس وغير المقدس، بين المطلق والنسبي. النسبي اللي هو البشري، ها؟ لما أقول لكم مطلق، أو هي مفهومة كده في الأكاديمي، يعني في الكلام الأكاديمي، المطلق هو ربنا وما يخصه، الإله. النسبي حياتنا إحنا، أنت، الحكاية بيننا نسبية ومحدودة للغاية، فعلنا البشري. خلي بالكم من الكلمة دي. أول حاجة في المرحلة المكية عايزين نفهمها مرحلة الصحابة. أنا قلت لكم أن الصحابة في المرحلة المكية هم الأطول صحبة لرسول الله، على أي ما بدأ إيمانهم، في السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الخامسة، قيس هتلاقيها دايما أطول في ال 13 سنة اللي حكينا عنهم بتوع مكة، أطول من أكيد ال 10 سنين في المدينة. فالمهاجرين بعمومهم وبالذات الكبار منهم، الأسماء اللي أنتوا عارفينها، مش بس الأربعة الخلفاء، لكن بعموم الكبار، هم أطول صحبة والتصاقا برسول الله من صحابة المدينة. وطبعا صحابة المدينة عظماء، والقرآن أثنى كثيرا على الأنصار، لكن أنا بتكلم هنا عن طول الصحبة. يبقى المهاجرين هم مين؟ ببساطة، أنا عارف إنها أولية بس عشان أقول لكم معلومة تالتة. يعني المعلومة الأولى إن المهاجرين هم اللي كانوا في مكة، ثم لما أمر الرسول بالهجرة للمدينة إنه يسيب الأذى ده كله في 13 سنة ويذهب إلى المدينة ويحصل البيعة ويستقبله الأنصار، إذن دول المهاجرين، ومن كانوا في المدينة حينها كانوا الأنصار. خلي بالكم إن حياة المدينة عشان كانت اجتماعية ومفتوحة ما فيهاش، والمدينة محمية طبيعيا بالجبال، وهشرح ده ساعة ما نتكلم على الحروب مش الغزوات، اسمها الحروب. فالمدينة كان فيها نوع ثالث ظهر، لا هو مهاجر ولا أنصاري، خلي بالكم، من برا المدينة وأسلم، أو الجيل الثاني من الصحابة اللي هو أولادهم، وده لا مهاجر ولا أنصاري، يعني لا هو حضر الهجرة. أصل خلي بالكم كلمة مهاجر مش معناه أنه مكي، ده خطأ، خطأ للأسف موجود في بعض الكتب. المهاجر هو اللي هاجر قبل الفتح، لأن في سنة 8 هجري اللي هي السنة فاضل 3 سنين والرسول يتوفى أو يتوفى، حصل فتح مكة. خلي بالكم المعلومات دي. يبقى في نوع ثالث، لا هو مهاجر ولا أنصاري، وده هي 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 هيأهلنا لحاجة مهمة قدام. دي معلومة مهمة. اثنين، الصحابة بقى اللي في مكة، أنا قلت لكم الأشد التصاقا والأكثر صحبة. طيب، حد عارف عددهم يقينا في كل المصادر التاريخية؟ لا. حد عارف مين اللي هاجر؟ أسماء،
يعني حتى في الكتب المعتمدة بتلاقي إيه زمر مجموعات يعني كده، يقول لك عيلة كذا هجرت وعيلة كذا والصحابي الشهير وأهله لكن حد عارف عدد الصحابة المهاجرين إلى المدينة؟ لا ما حصلش. طيب يقينا هم أقل ولا أكتر من الأنصار؟ أقل، ملهاش حل، لأن هم كانوا جماعات بسيطة وكان التناسل والتوالد قليل نظرا للحالة الاجتماعية الصعبة اللي كانوا عايشينها، لأن مرحلة الإيذاء دي مش زي ما الدراما صورتها، يعني مش بالبساطة اللي شفتوها في الدراما شوية، لا الإيذاء كان إيذاء حقيقي ومش مرة ولا اتنين، سنوات طويلة. فالصحابة المهاجرين كانوا لا شك حتى بفعل الزواج والمزاوجة والتزاوج والتناسل في المدينة هم أقل من عدد الأنصار، تمام؟ طيب كان في هجرات في المدينة في مكة للحبشة، انتوا تعرفوا عنها، هي مش مهمة قوي لكن هقولها المعلومة. في ناس هاجرت للحبشة عند النجاشي الملك اللي انتوا عارفينه، هقول ليه بقول كده، ورجعوا مش على مكة، رجعوا على المدينة خالص في نص عهد المدينة، يعني قعدوا الفترة كلها التكوين ده كله في الحبشة اللي هي دلوقتي أثيوبيا. برضو ليه بقول كده؟ لأن الصحابة الذين عاصروا النبي في مكة كانوا أولى الناس بحاجة أهم بكتير من الحديث، أهم بكتير من حفظ الحديث رغم أنه هو مهم وعظيم، الرسول يتكلم، حفظ القرآن نفسه. عشان كده لما نيجي نتكلم دلوقتي أو في نهاية الحلقة مع بكرة عن الجمع هقول لكم حاجة مهمة جدا وأكيد أكاد أجزم أنكم مش عارفين، هتفيدنا فيما بعد. فهؤلاء الصحابة كانوا أكثر تثبتا وحفظا للقرآن نفسه من المدينة أو من عهد المدينة كله، وهقول لكم ليه. واحد، وصف النبي للأمة دي كلها في مكة كان وصفا في محله، نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، يعني لا بيكتبوا ولا بيحسبوا، بعاد جدا عن الكتاب. فكان استظهار مهارات الحفظ، وده طبيعي ده قبل القرآن، كان مهم للغاية عندهم لأن مفيش كتاب. ومعنك مش بتكتب ان انت مش عارف تنطق الكلمة، انت ممكن زي ما نشوف دلوقتي شخص امي لكنه ينطق الكلمة ويعرف اسماء الاشياء لكن مش عارف يكتبها ازاي، يشوفها مكتوبة ازاي، عارف منطوق الحرف ومش عارفه ازاي، يعني هو بيقول كلمة فيها كاف لكن ما عارفش يقول كاف. فهم كانوا عظماء كجماعة مش كمسلمين بس في الحفظ، كان انتوا عارفين موضوع المعلقات ويحفظ الف بيت او هو يقرضهم يعني هو نفسه يؤلف الشعر. فهؤلاء الصحابة الأول أو الأوائل كانوا أشد حفظا بطبيعة الظروف الاجتماعية، خلي بالكم من الكلام ده، بطبيعة أنه لا اعتماد على شيء إلا الحفظ، فكان هو بصلقته بطبيعته بفطرته شديد التمسك بذاكرته وبحفظه عشان هو ده طبيعة حياتهم. لما نزل القرآن فبقى بالنسبة له طبعا لفظه عظيم ومرتب أقرب للحفظ فحفظوه وبشدة. صحابة المهاجرين، الصحابة المكيين الأول، الأكابر، خلاص الأكابر كلهم على فكرة مش الأسماء المعروفة بس، ده هيفيدنا في إيه؟ هيفيدنا بعد خطوة شوية، يعني استنوني شوية. طيب الـ13 سنة بقى، احنا قلنا للصحابة أعدادهم قليلة وإن احنا ما نعرفش أسماء ولا أعداد اللي هاجروا أبدا أبدا، خدوها مني يعني احنا مش عارفين أسماءهم إيه، عارفين الأسماء بس مش عارفين كل الصحابة اللي هاجروا. طيب ده نطلع منه بإيه؟ نطلع منه بحاجة مهمة جدا. هذه الـ13 سنة، أنا قلت لكم بارح أن الصحابة المكيين أقل رواية من الصحابة المدنيين، مع أن المفروض كان يحصل العكس لطول الصحبة. طيب مرحلة مكة دي، هل الرسول في الـ13 سنة مش كان بيمشي ويتكلم ويقرر ويترك ويفعل، حتى لو كانت الصلاة فرضت في نهاية العهد المكي، إنما أشياء كثيرة جدا ممن كان يجب أو مما كان يجب أن يحفظها الصحابة لأنهم أهل حفظ ولأنهم حفظوا القرآن بشدة؟ أنتوا فاهميني، 13 سنة الرسول أمامهم، هل ده حصل؟ بس دقايق وارجع لكم. أهلا بكم، نكمل. فاللي حصل زي ما قلت لكم أنه كان يجب بطبيعة الأمور 13 سنة النبي أمام الصحابة وهم أهل حفظ قبل الإسلام لطبيعة عدم اعتمادهم على الكتابة والقراية، وهم كانوا حافظين للقرآن، وهقول لكم في مرحلة الجمع اللي بقول لكم عليها النهاردة احتمال نقولها أو بكرة بالكتير عشان نخلص المرحلة المكية بأهم ما فيها من نتائج أو أساسات لما بعدها. لكن عملوا حاجة غريبة جدا،
هل سألت نفسك مرة كم رواية رويت عن النبي في مكة كل 13 سنة من أكابر الصحابة، الأطول صحبة، الأكثر حفظاً، الأبعد اعتماداً على الكتابة، الأكثر إلماماً وحفظاً بالقرآن؟ كم رواية؟ 8. مش 8 يعني أي عدد، 8000، 8800، 8 في 13 سنة لم يروى في مرحلة مكة كلها إلا 8 أحاديث، ويرتهم في حاجات أنتم مش عارفينها. وأنا هقول لكم نص اللي قاله كتاب مهم في علم الحديث بعدين نتكلم، اسمه مقدمة ابن الصلاح. بيقول إيه؟ بيقول المرحلة المكية، هو بيبرر لماذا كانت لم تكن بها أحاديث، وتبريره براحته إن هي كانت مهتمة بالعقيدة وكده، بس خلينا نقول بشهادتهم هم. بيقول الأحاديث التي عبرت عن المرحلة المكية، عدوا معي: نزول الوحي على النبي اللي أنتوا عارفينها طبعا كلكم، اقرأ، رغم أن الرواية دي فيها ضعف بالمناسبة يعني، لكن الحالة حدث طبعا. تعذيب المسلمين الأوائل، وهي روايات بيسموها شواهد يعني، هي اعتبروها رواية واحدة، أن مش عارف مين يتعذب ومين يتعذب، وصبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، اللي أنتوا عارفين. 2، عدوا معي: الاستهزاء بالنبي، وهي روايات متعاضدة حتى لو حدثت من كذا شخص، لكن هي رواية في النهاية أن النبي قد كان القوم في مكة وهم قومه يقصدون للأسف إهانته. سؤال، بصوا بقى الرواية اللي جاية دي: سؤال ملك الروم لأبي سفيان، أبو سفيان كان قبل هركليز ده، فسألوا عن النبي فاتكلم: كان يقول لنا كذا وكان يقول لنا كذا. سهلة دي، ده اعتبرها رواية عن مكة، وأنا وده غلط لكن هعتبرها. وبعدين: وسؤال ملك الحبشة لجعفر ابن أبي طالب، جعفر أخو علي بن أبي طالب الصحابي الجليل، كان هو أول الناس اللي هجرت لهجرة الحبشة اللي حكيت لكم عنها، عشان كده حكيت عنها. فاعتبروا أن إجابة جعفر أن النبي يقول لنا كذا وكذا للنجاشي رواية عن مكة، حكاية ماذا كان يقول النبي، طبعا ده كلام بسيط، إنما أنا هعده: 4، حديث الإسراء والمعراج، 5، ولو فرقنا الروايتين بتوع الإسراء والمعراج على اعتبار أن الإسراء وقع بحديث والمعراج، 7، وقول الحديث التكرار نفسه بتاع نزول وحي من جوانب مختلفة أو أول المزمل، 8. 8 مع الشهامة يعني، يعني هي المفروض رواية أبو سفيان وجعفر ما تبقاش حديث، إنما 8 أحاديث رويت ماذا كان يفعل النبي في مكة، 8 في 13 سنة، مع زي ما قلت لكم الأكثر حفظا والأكثر حفظا للقرآن والأطول صحبة للرسول. أنتوا يعني متابعين اللي بقولوه؟ 8 بس، 8 بس، ودي حاجة مهمة جدا، هقارن لكم بعد كده لماذا حدث بعد عصر الصحابة ما أورثنا ما نحن فيه الآن من مسألة كثرة الأحاديث عن رسول الله. يبقى أهم حاجة عرفنا أن الصحابة المهاجرين كانوا قلة، لا نعرف أسمائهم كلهم على الإطلاق في أي مصدر تاريخي، بس هم العظماء الأكابر، والقرآن يشهد بده في مرحلة المدينة. هقول لكم القرآن إيه قال إيه على المهاجرين: هم الأكثر حفظا بطبيعة الحال، كانوا لا يعتمدون على الورقة والقلم، وده كان مهم جدا للقرآن لما أجي أتكلم عن فكرة الجمع، هقول فيها كلام مهم ومهم جدا، تمام؟ وعلى ذلك روي عن النبي في 13 سنة أمامهم النبي يتكلم ويمشي ويسأل ويترك ويفعل ويقول كل شيء، ما تقلش غير 8 روايات، 8 أحاديث مش روايات، 8 أحاديث مع الكرم إن احنا نعتبر بعضهم أحاديث، تمام الكلام ده؟ حطوا النتيجة دي بس عشان أنا بقولها، عارف أنا بقولها ليه، وهي لوحدها في حد ذاتها صادمة، 13 سنة 8 روايات، احسبوها أنتوا بقى. قارنها بس مقارنة بسيطة مع أحاديث المدينة قبل ما نوصل لها. عايز أقول لك أن الأحاديث التي رويت عن الرسول في أقوال كتير جدا، في ناس قالت 1,000,000، 1,000 رواية، وبعدين قالوا لا ده بالتكرارات، شوفوا التبرير، يعني الحديث نفسه مكرر من طرق كتير، حكاية طرق كتير دي هشرحها لما يجي يعمل حديث، لكن يعني من كذا طريق، من كذا رافد من الروافد سموها. طيب يا سيدي، البخاري نفسه في كتابه التاريخ قال أنا حفظت 600,000 حديث، طلعت منهم
ال7000 اللي انا طلعتهم في الصحيح، اذا 600,000 حديث. فيبرروا اهل التراث يقولوا ايه، انا بس بسبق لكم خطوه يعني عشان تقارنوا. يقولوا لا، اصل 600,000 حديث في كلام البخاري معناها احاديث اقل، لكن طرق الاسانيد هو بيسميها حديث. يعني هم كانوا يعتقدوا ان البخاري يقصد بكلمه احاديث اسانيد، فدول 600,000 بس مش معنى كده في 600,000 حديث. على فكره هذا كلام خاطئ علميا، لكن انا همشيها معاه. ماشي، حق. هو نفسه قال حفظته من الصحيح 100,000 ومن غير الصحيح 200,000 في رواية أخرى يعني. طب 100,000 يقصد إيه البخاري؟ 100,000 سند صحيح؟ فين دول في عدد الصحابة؟ يبقى البخاري كان لما يقول حفظته من الحديث 100,000 قصده حديث. إذا لما قال 600,000 حديث كان قصده حديث. ليه أنا بقول لكم كده؟ عشان كثرة الرواية. طب أنا هنزل انسوا بقى الأحاديث دي كلها وخلي كلامهم إن صح البخاري يقصد بالأحاديث الأسانيد. أسانيد يعني أسماء الناس حافظهم مين عن مين عن مين عن مين. 600,000 ماشي، مع إن ده مش صح، لكن أنا همشي على كلامهم والله كده عشان نوريكم المنهج قد إيه فيه خلل. طيب اجتمعوا العاديين بقى الكتب الصحاح الستة ما تسمى، هقول لكم هي إيه، بس خلينا دلوقتي البخاري ومسلم ومعاه 4 كتب اللي هي الترمذي، تسمع عنهم الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، هم دول بيتسموا الصحاح الستة، الأربعة دول والبخاري ومسلم، بس ده مش وقته. وفي 9 بيضموا عليهم مسند احمد والطبراني، ماشي، الاسماء اللي بتسمعوها دي. طب هم اجتمعوا ان الحديث الصحيح المروي العادي في الكل مع التكرارات، لو قللنا التكرارات يعني حسبنا ان 10 احاديث هي حديث واحد لو اتكرر الحدث الواقع 15,000، وفي ناس قالت 10 وفي ناس قالت 9. اصح الاقوال على كلامهم ان الستميات والسبعميات دي تكرار اسانيد مش تكرار احاديث، وده غلط وانا هوافقه، همشي معاهم. طيب 15,000 نطرح منهم 8 بتوع ايه بقى؟ ركز، بتوع مكة. يبقى 14,000 ركزوا 992 رواية فين؟ في المدينة بس 10 سنين. 14,992 رواية في 10 سنين و13 سنة فيهم 8. لو ده لوحده نظريا قبل ما ندخل في مرحلة العملي بقى مش خلل في المنهج في قبول عقلا أن ذلك أصلا حدث. الرسول الذي تكلم في مكة أو نقل عنه من الصحابة 8 فجأة اتكلم 14,000 رواية، 15 قرب ال 15,000 في 10 سنين، ايه ده؟ يبقى إذن في حاجتين نكتسبه من مكة. خلي بالك أنا بس نطيت لعهد المدينة عشان أقارن لكم، لكن نطلع بنتائج من مكة مهمة جدا. يا إما كان الرسول قليل الكلام في مكة، هو نفسه يعني يكفي القرآن مثلا، أو أن الصحابة سمعوا الكلام لكن كان منهجهم، خلي بالكم بقى من الكلام ده، أكابر الصحابة، خلي بالكم من كلمة أكابر دي، لأن الصحابة طبعا كلهم عدول كلهم أثبات، لكن علمهم يتفاوت، وده بشهادتهم، علم الصحابة يتفاوت. فالكبار الأكابر في مكة رأوا، وخلي بالكم ده صحيح المنهج بقى، أن لا ينقلوا كل ما سمعوا، دي مهمة جدا. يعني الصحابة لوحدهم عملوا غربال دي مصري، تصفية لإيه اللي يتنقل عن الرسول كرسول وإيه اللي ما يتنقلش لأنه مش دين، أب زوج، الحاجات بقى اللي اتنقلت في مكة وحاجات تانية هحكي لكم طبعا في المدينة، لأسف لسه بقى معصر المدينة ده كتير. يبقى احنا عندنا حلين، الحلين ده على فكرة سولان، إن مكة، وأنا هقول لكم ده في عصر المدينة للأمانة العلمية برضو، أن مكة كانت تفتقد الحياة الاجتماعية السليمة، لأن هم طبعا بيؤذوا ويضربوا اللي انتوا عارفين، فما فيش الحياة الاجتماعية اللي يمشي فيها النبي ويتكلم ويشير ويجلس ويضحك صحيح. وانا لما اجي قاعد المدينة هقول لكم الاختلافات الثلاثة بين المدينة ومكة في نظري في دراساتي، حلو، بس لدرجة ان 8 احاديث و 15,000 يعني مش كده برضو. يبقى الخلل ايه؟ ما بعد عصر الصحابة، والمنهج اللي قبله ايه؟ ان صحابة رأوا، وهو صحيح واصح في نظري، ان لا ينقل كل ما سمع،
لجلال ما ينقل، مش أي حاجة، ولتثبتهم، ولأن كل ما سمع ليس بالضرورة أن يكون واصل للبعديون دينا. وصحابة آخرين في المدينة أنصار دخلوا الإسلام مثلا من أول يوم أو متأخرا زي الصحابي الجليل أبو هريرة، رأوا، وده منهج محمود بس أنا بقول صح وأصح وده طبيعي، أن ينقلوا كل ما سمعوا، كل شيء سمعوا قالوا. فده عمل إيه؟ ما عملش 15,000 رواية، اوعى تفتكروا، هو فتح الباب للتفاصيل الصغيرة دي أن يكذب عليهم بعد وفاتهم، وده أول خلل في منهج جمع الأحاديث بعد ذلك في نهاية القرن الأول. مفهوم كلام؟ أتمنى يكون مفهوم، لأني مفيش أسهل من كده. يبقى الحاجتين اللي في مكة نطلع بيهم بعد ما قلنا ميزات صحابة المهاجرين وليه 8 روايات، النتيجة نطلع بينها من 8 روايات، أن الرسول نعم لم يكن في حياة اجتماعية فكان قليل التعاملات والكلام. وفي حاجة تالتة أقولها لكم بقى، بس خلينا في الاثنين دول دلوقتي. تاني حاجة، أن الصحابة المهاجرين الأكابر والمهاجرين بشكل ما يمفضلون على الأنصار بشهادة القرآن، رأوا وكان منهجهم في نظر الأصح ألا ينقلوا، لأن أكيد أحداث حصلت، لكنهم لم ينقلوا إلا ما يفيد الناس أو يكونوا في الدين. فهمتوني؟ داي وارجع لكم. نكمل اللي قلناه، وده حاجة مهمة جدا هتأسس لنا للي جاي كتير. احنا وصلنا قبل الفاصل ان منهج الصحابة المكيين بالاستقراء، يعني استقراء يعني الاستنتاج، لان اكيد في سبب يخلي 8 روايات بس عن الرسول في مكة وحوالي 14,000 وشوية في المدينة، حتى لو خدنا بالصحيح بس اللي في الصحيحين 5,000 بتكرارات 4,000 3,000، ده كتير جدا على العشر سنين، مع انه مش 5,000 خالص، انا بكلمك عن 9 كتب اللي حكيت لكم عليه. فالمهم ان المنهج ده مش معناه ان الرسول تكلم 8 يقينا، مش تكلم 8 مرات في مكة، مستحيل مستحيل عقلا قبول ان الرسول تكلم في مكة 8 مرات فقط. إذن ده ينبئ أن الصحابة المهاجرين الأكابر كانوا يرون أن لا ينقلوا كل ما سمعوا لسببين في نظري أو في نظر الاستقراء الطبيعي. واحد، أنه ليس كل ما سمع دين فلا ينقل. اثنين، أنه قلة الحياة الاجتماعية، وأنا أشهد بدا فرقها من المدينة. لكن السبب الثاني أعتقد عند الصحابة أنهم كانوا لا يؤمنون بالتثبت السماع الكامل، يعني كان يشك في نفسه أفضل عنده من أنه ينقل حديث زائد كلمة أو ناقص كلمة. ده مهم جدا هتعرفه ليه بعد كده برضو. ده منهج الصحابة الأكابر وفي نظر المنهج الأصح مما حدث في المدينة، ولو كان صحيحا. من الصحابة لا يكذبون، طبعا كلهم أثبات عدول، لكن صحابة المدينة مهاجرين أو جاءوا من خارج المدينة ومن خارج مكة زي الصحابي الجليل أبو هريرة، كانوا يرون أنهم ينقلوا كل ما سمعوا، وكانوا لا يخشون من التثبت، كانوا شايفين أن حفظهم قوي لدرجة أنه ينقل كل ما سمع بالحرف والكلمة. ماشي، بس أنا بقول المنهج ده أصح مش صح، الأصح. ليه؟ لأن ده هينبئ عن مشاكل كبيرة جدا بعد عصر الصحابة، مشاكل بنعيشها بشكل لا تتخيلوه لحد النهاردة. في كمان حاجة مهمة، دي بقى لازم إذا خدناها جزء دلوقتي ونكملها بكرة، دي مهمة جدا جدا جدا. جمع القرآن في المرحلة المكية، يعني المرحلة المكية احنا دلوقتي خدنا منها أهم من 3 حاجات، دي التالتة، الصحابة ومنهجهم، قلة الأحاديث وعددها، واحنا قلنا يقينا الرسول ما اتكلمش، مش ممكن يبقى 8 مرات في 13 سنة، مش ممكن، أكيد اتكلم أكتر من كده وبكتير، وأكيد حصلت مشاكل مثلا زي ما، رغم أني مش دي يعني الأزمات الكبرى، لكنها بشكل ما صبت في الدخول في التفاصيل، وانتوا عارفين الكلمة الشهيرة الشيطان في التفاصيل، جان جاك روسول قال كده. مثلا ديكو مثل، يعني أكيد في بيت النبوة الزوجي مع الزوجة الوحيدة السيدة خديجة أكيد حصلت مشاكل، يقينا حصلت مشاكل، لكن هل المشاكل دي نقلت إلينا؟ هل انت عرفت ان مش عارف مين عمل ايه ودخل والاكل اتزق وقع والحاجات دي؟ ما حصلش. لكن هل ما حصلتش مشاكل بين زوجين مهما بلغ زوجين؟ اكيد بتحصل مشاكل، يبقى حصل مشاكل لكنها لم تنقل
وانا رايي هنا المنهج صحيح اللي حصل في المدينه، ما عنديش مشكله، بس انا رايي المنهج مكه كان افضل، رايي انا، وكن كان الاحرى ان لا ينقل مثلا ما يدور في بيت الزوجيه، لانه مش سنن. يعني هم لما نقلوا في المدينه بهذه التفاصيل التي كذب فيها كثيرا بعد عصر الصحابه، قالوا مبرر انه يعني كل حاجه نستفيد منها، حتى الخناق، حتى طريقه معالجته. لا مش صحيح، لا مش صحيح ابدا. ولا الرسول، الرسول كان عايز يقول كيف تحل مشاكلك الزوجيه، كان قالها، قالها كلاما. ها، فانا بقول منهج ما حدث في المدينه صحيح عشان يبقى كلامي واضح، لكن هناك في اللغه افعل التفضيل اصح. ما حدث في مكة من أكابر الصحابة مش من إسلام كان أفضل وكان أصح، كان لا يجب أن ينقل كل ما سمع حتى خشية التثبت أو الخطأ، وده منهج ما حدث في المدينة. تاني حاجة بقى عايز أكلمكم عنها، ودي مهمة جدا وهتاخد النهاردة وجزء من حلقة بكرة، ودي مهمة لدرجة لا تتخيلوها في المناهج الخاطئة التي أحدثت بعد ذلك. جمع القرآن في مأساة كده أنتوا عارفينها، مأساة فكرية، يعني لما بيجي حد على مر عصور التنوير، يعني كله، لأن التنوير كله 150 سنة يعني من رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده للنهاردة، بيعمل إيه؟ بيقول يا جماعة هذه الأسانيد والقصة المعروفة، لأن أخطر زي ما قلت لكم في حلقة امبارح، أخطر ما في المسألة هو ما سمي الحديث، لأنه أنت ساعتها ما بتعاملوش كجمع بشر، بدأت تعامله كمقدس، لكن هو الكلام إذا صح مقدس، كلام الرسول، لكن جمعه مش مقدس. فالخطورة بالغة، يعني فأي منصف من المتنورين كان شايف أن الخطأ أن بني أو ما بني على هذه الأحاديث التي جمعت بطريقة بشرية فكان فيها خلل، فابتدي يطلع الكلام اللي تسمعوه لحد النهاردة، اللي هو اللي بيشكك في الأحاديث، بيشكك في السند، طريقة السند اللي واحد عن واحد دي هنشرحها بتفصيل، وبيشكك في القرآن، بيشكك في القرآن ازاي يا استاذ؟ الفرق بين جمع القران، عشان كده هقول لكم جمع القران المكي والمدني، لان الفرق الاثنين يصبوا في مصلحه ان ما حدث في علم الحديث بشري للغايه ولا علاقه له بجمع القران ابدا. عشان كده قلنا في اول حلقه ذلك الكتاب لا ريب فيه. جمع القران كان، خلي بالكم ان في حاجه اسمها الحفريه اللغويه لللفظ. يعني ايه؟ اللفظ ممكن يعني يبقى له معنى في مكه ولو معنى في المدينة ولو معنى أصلا في الفترة دي كلها، والقرن بس اللي بعده، مش هقول لكم النهاردة بعد 14 قرن ولا 15 قرن، اللي بعده تتغير حفرية الكلمة، تصبح لها مدلول آخر. كلمة جمع التي كان يعرفها العرب، وده في الكتب مش من عندي، يعني أنها جمع القرآن، معناه أنه حفظ في الصدور مش ورق. ده في مرحلة مكة. اسألوني ليه؟ لأنه أنا قلت لكم في أول جزء من الحلقة أن أهل مكة لم يكونوا يعتمدوا على الورقة والقلم أصلا. أهمية مسألة جمع القرآن في مكة أنها بتثبت أن كل، زي ما قلت لكم من شوية، الذي يدعى أن الجمع بتاع القرآن يساوي الجمع أو تدوين السنة لظهرة في نهاية القرن الأول نقلا أو كتابة، هشرح لكم ده كله، ده كلام ليس صحيحا. لو احنا احسننا اختيار الالفاظ اسمه ليس صحيحا، والدعاء باطل. القرآن جمع بشكل، وانا هقوله طبعا الحلقة الرابط تخلص، لكن هنكمله بكرة وبعمق شرح طويل للمسألة دي، لانه بعد كده هيفيدنا في المناهج، الخلل اللي ظهر في المناهج، والسنة دونت وهي الصحيح منها نقدر نستقرئه الان بشكل تاني خالص. فيعني قبل ما نختم المرحلة المكية، اولا كانوا الصحابه لا او لم ينقلوا كل ما سمعوا، الروايات دي تاني اهم نتيجه، 8 بس. وقلت ليه لم ينقلوا كل ما سمعوا؟ يعني منهجهم الاصح في نظري، أولا لأنه ليس كله دينا فيحصل انتقائية، أنقل إيه؟ اثنين، أنه للتثبت، خشية ألا يتثبتوا، وده مهم للغاية. ومنهج أهل المدينة أو ما حدث في المدينة كان صح، لكن ده أصح. الروايات 8 بس، وده يتعذر عقلا أن الرسول قال 8 بس، 8
كلام يعني 8 حوارات بس او 8 احاديث في 13 سنه مستحيل. يبقى اذا حصل ان في حوارات كتير حتى لو لم تكن هناك حياه اجتماعيه زي ما انا قلت ان المدينه كان فيها حياه اجتماعيه، لكن الصحابه الاكابر الكبار المكيين المهاجرين كانوا ينتقوا. ثالث حاجه بقى ودي اكيد هنكملها بكره اللي هي مساله الجمع اللي قلت لكم عليه، وجمع القران زي ما قلت لكم لغويا يعني في هذه المرحله حفظه وليس جمعه بمعنى جمعه. وهذا لا يمنع ان انتوا هتشوفوا بعد كده ان كان جمع قولا وكتابه او سماعا وكتابه على حياه رسول الله، فده هيفقدهم ثلاث شروط تتساوى بما يسمى اللي انشاوه بعد كده علم الحديث. ثلاث شروط دي من اخطر ما يكون عشان تبين انه لا مساواه بين جمع القران وجمع الحديث تحت اي بند وتحت اي ظرف وتحت اي عصر. لكن ما حدث عشان يهاجم طيار الإصلاح الديني بالعموم بقاله 150 سنة أن تشنع عليه فتساوي. أنتوا طبعا شايفين عشان كده قلت لكم في أول يوم في البرنامج ده لازم تخشوا في الصراع، فلازم تعرفوا الخريطة دي وتعرفوا كل العلوم عشان ما حدش بعد كده مش يضحك عليكم، ما حدش بعد كده تميلوا إلى طرف في هذا الصراع الثقافي وأنتوا مش عارفين الحقيقة. فشرح الحاجات دي البدائيات حتى من مكة قد إيه المناهج دي ما حدش قبل كده تطرق ليها، وقد ايه ده هيفيدنا بعد كده في تبيين الخلل، وقد ايه الخلل ده خطير ومؤثر فيما سينقل ليكم بعد كده على انه كلام مقدس يجب ان تنصت او تنصاع اليه كالقران. لو كلام النبي صحيح طبعا ننصاع لان القران يشهد بده الف مره، لكنه الجمع البشري اذا ما ظهر فيه خلل يبقى فيه خلل كمان في النتيجه. جمع القران بقى في العصر المكي موضوع مهم وعميق وعايز يعني فهم دقيق هنكمله أكيد يعني مش النهاردة، وكمان عايز يتقارن بعد كده ودي هتبقى نهاية المرحلة المكية وأهم نتائج طلعنا بيها، وعايز يتقارن بما حدث في مرحلة المدينة من تغيير في كل المناهج دي في مسألة سماع الحديث من الرسول وإثبات أكتر لأن جمع القرآن كان مخالف تماما للطريقة اللي بيتكلموا عنها أنها تساوي من يشكك في بعض الأسانيد أو يستقرئها من جديد أو يقول تعالى نراجعها. أسانيد بشر قال لبشر ما بعد الصحابة، وافتكروا بتكلم عن عصر الصحابة. التفرقة دي هتبين لكم بقى بعد ما نخلص عصر مكة بكرة والمدينة ونتائجها ما حدث بعد ذلك بداية من عصر التابعين ثم انطلاقا لنهاية القرن الأول لما بدأ يتخلق علم الحديث وصولا لنهاية القرن الثاني اللي هو مع بداية ظهور أو بداية الثالث اللي هو مع ظهور كتابي البخاري ومسلم وتخليق وتصنيع علم الحديث والمصطلح والدراية والرواية والحاجات دي عشان تشوفوا المناهج دي منين من حاجات بسيطة جدا ظهر فيها الخلل. هنكمل بكرة وأشوفكم بكرة.